صباح الخير، واليوم 19 نيسان 2021 وتوقعاتنا اليومية وخصوصا لهذا النهار. بداية مع مولود برج الحمل اللي عم نشوفه أقل حماس في التعامل مع أحد الزملاء في العمل بسبب سلبية مواقفه واستغلاله لإله. وأما عاطفيا ممكن تحتاج عزيز الحمل إلى فترة استراحة متكررة مع الشريك لتهدئة الأجواء بيناتكم ولربما تسترد حق من حقوقك المالية قريبا. مولود برج الثور، عم بتواجهك ضغوطات مهنية رح تمنحك الإنجاز المطلوب منك دفعة وحدة ورح تساعد نفسك على تخطي هيدي المرحلة القاسية. وأما عاطفيا رح تلاحظ تغيير إيجابي بعلاقتك مع الشريك. مولود الجوزاء، رح تتوصل إلى حل فوري ومضمون لمعالجة وضعك المهني من أي اهتزاز وتوقع فرصة جديدة قريبا. وأما عاطفيا كأنه الشريك رح يوقف التواصل معك والاهتمام فيك مؤقتا. مولود دا برج السرطان، الفلك عم يتحدث عن وضع مهني جديد رح يتطلب منك تغيير أشياء كتيرة بحياتك كنت معود عليها. وأما عاطفيا لربما يتغير جدول مواعيدك بسبب الظروف المستجدة. مولود دا برج الأسد، رح تنجح في السيطرة على مخاوفك المهنية عن طريق أحد الأشخاص الموثوقين بالإضافة لمصالحة عائلية. وأما عاطفيا لربما تتحول مشاعر الشريك من حالة الحب إلى مرحلة استرضائك فقط. مولود دا برج العذراء، الوقت مناسب جدا لإنجاز أكثر من مهمة أو هدف مهني جديد فيما لو قررت تجتهد على الموضوع أكثر. وأما عاطفيا لن تحصل على إجابة مباشرة من الشريك بخصوص بعض الخلافات السابقة اللي كانت بينتكم. مولود دا برج الميزان، توقع مكاسب مالية بانتظارك. وأما مهنيا تبدو إمكانية الانطلاق من جديد بمجالات مهنية جديدة متوفرة قدامك. وأما عاطفيا عم نشوف مشكلتك مع الشريك بسبب إطلاق وعودات ما قدر ينفذ لك إياها. مولود برج العقرب، رح تتخطى مرحلة الجمود المهني بالانتقال إلى مسؤوليات جديدة في العمل ولربما تواجهك بعض الملاحظات القاسية. وأما عاطفيا انتبه من القرارات الخاطئة بعلاقتك مع الشريك. مولود برج القوس، توقع تغييرات غير اعتيادية بتتعلق بطبيعة وضعك في العمل بالإضافة لسياسة مالية جديدة بانتظارك. وأما عاطفيا اتفاق عاطفي جديد قد يكون مع نفس الشريك. مولود دا برج الجدي، الظروف مناسبة للحلول الوسطية في العمل بالإضافة لإنجاز مهم مرتبط بوضع مهني قانوني. وأما عاطفيا تبدو متأفف من عناد الشريك بتصرفاته معك. مولود دا برج الدلو، ما تستعجل على تبديل خططك المهنية أو الانتقال إلى جهة تانية بدون أي تخطيط مسبق. وأما عاطفيا انتبه من سوء تفاهم على أمور سطحية بينك وبين الشريك. وآخر الأبراج معنا مولود برج الحوت، يلي كمان عم نشوف عم تتحسن ظروفه المالية. وأما مهنيا تبدو لجوج جدا في الحصول على وظيفة جديدة أو مشروع جديد. وأما عاطفيا كأنك عم بتسيطر على نفسك في انتظار الحل المطلوب. هذه كانت توقعاتنا الفلكية لهذا النهار. لقوني بكرة بتوقعات جديدة. ضلكم بألف خير وباي باي.